بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بحبكم في الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة يا اخواتي وحبايبي عاملة لكم وصفة حلوة قوي قوي. ليه؟ مش هقول لكم ليه. عارفين ديت علبة ايه؟ ديت فيتامين، نوع من انواع فيتامين د. طبعا كل يعني معظم الناس هتعرفوا علبة فيتامين د دلوقتي بتعدي 100 150 160، تمام. طب ايه فيتامين د؟ في ناس هتقولك ما اعرفش يعني فيتامين د ده ايه. فيتامين د ده لألام المفاصل يا جماعة، لخشونة الركبة، لخشونة المفاصل، الفقرات، التهاب الفقرات، تمام. طيب انا بقى جايبكم بفضل الله وبأمر الله ومشيئة الله، كنز من كنوز الله، وصفة طبيعية ممكن تجيبي منها ب10، ممكن تجيبي ب5، وفعلا يعني ربنا جعل ليها أهمية أكتر بكتير بمراحل في من الفيتامين د اللي هو بتاع الدواء، تمام. طيب يا أميرة أو يا ميرو هتقول لنا عليها، يلا هقول لكم. هي حبايبي حاجة اسمها بذور حب الرشاد، بذور حب الرشاد، أو ما اسمها حب الرشاد. حب الرشاد ده بيقوم بنفس أعمال فيتامين د، بل بالعكس قد يكون ده طبيعي، لان فيتامين تاني يا جماعه كلنا عارفينه، وما صح اللي هيسمعنا وعارف عنه او قال عنه بيبقى تقيل على المعده شويه. لا ما فيش احسن من الحاجه الطبيعيه بتاعت ربنا اللي ربنا خلقها، بتبقى صحيه ومفيده في كذا حاجه. يعني حب الرشاد ده بيقوم بنفس يعني دور في فيتامين د، بل بالعكس ده بزياده كمان. اولا خفيف على المعده، ثانيا في اوميجا 3، في فيتامينات تانية مش خاصة بس بالمفاصل، خاصة بالجسم. اوميجا 3 ديت احنا عارفين ان هي مفيدة جدا للجسم وللمناعة، ترفع المناعة. طيب قبل كده انا عملت في الفيديو على قناتي ميرو ماهر بالعربي والانجليزي، خشوا عليها، انا عاملة فيديو تاني وكان لبذور الكتان وبذور الشيا، بس دي لها حاجة ودي لها حاجة، يعني برضو عشان ما نختلطش. دي اللي انا بديها لكم ديت حب الرشاد، كنت عامله قبل كده اهو لايه بذور الكتان. بذور الكتان يا جماعه بصوا فيها لمعه كده نفس اللون بس فيها لمعه شويه، انما حب الرشاد بني بس كاتم مطفي، ما فيهوش اللمعه الايه اللي فيها بذور الايه الكتان دي. ده بذر الكتان وده حب الرشاد، في فرق واضح خالص يا جماعه، تمام. طيب يا ميرو بنستخدمه ازاي؟ طبعا انت بتغلي ميه و بتقومي حاطه طبعا معلقتين او معلقه كبيره، معلقه اكل يعني، او معلقتين شاي من حب الرشاد بعد ما تنقيه، لان فيه توب صغير، تغسليه كويس في المصفه دي وتحطيه بعد ما الميه تغلي، تطفيه على الميه وتقومي حطاه فيها. طب ينفع نقوم شاربينه على طول؟ لا، تقومي سايباه ربع ساعه يا جماعه. بصوا بقى المنظر بيبقى عامل ازاي، بصوا اهو بيبقى عامل زي بذور الخيار كده. بصوا يا جماعه عامل ازاي. طب بيعمل ايه ما بننقعه في ميه بتغلي او ميه سخنه يا ميرو؟ بيطلع الماده الجيلاتينيه يا جماعه اللي بفضل الله بتمنع الخشونه. ما هي الخشونه دي بسبب ايه؟ احتكاك العظم ببعضه، يعني الماده الجيلاتينيه دي بتبقى ناقصه في المفاصل، تمام. اما بتشربي ده بفضل الله واستمر عليه طبعا، بتلاقي بفضل الله وبامر الله الماده الجيلاتينيه دي بتنمو ما بين المفاصل، فبتبقى عامله لك سهوله في الحركه، ما بتحسيش بنفس الالام الاحتكاك بتاعت المفاصل في بعضها. دي اسمها المادة الجيلاتينية اللي احنا بيبقى الانسان فاقدها، دي اللي بتبقى عامله له الم في المفاصل. حتى انت تلاحظ بصوا هي بصوا البذور متفككة ازاي عن بعضها، وبصوا المنظر ده يا جماعة عامل ازاي، بصوا عامل زي خلية النحل، ازاي زي عسل النحل لازم في بعضه، ازاي زي الجيلاتين كده، كانك حاطة على الجيلاتين على المادة دي جيلاتين. سبحان الله يا جماعة، ما نقدرش نقول سبحان الله. مجرد ربع ساعة او 10 دقايق، لو المية بتغلي 10 دقايق بتلاقي النتيجة دي. طب يا ميرو لو احنا مش عايزين بقى نقعد نغلي مية ونحسبها ربع ساعة، ينفع ناخد معلقة كده وناخدها بمعلقة أكل كده ونشرب وراها شوية مية؟ لا. طب ليه يا ميرو؟ إيه اللي هيمنع؟ هقول لك يا ست إيه اللي هيمنع. اللي هيمنع لأن المادة ديت بتمتص المية اللي في الجسم عشان تطلع المادة الجيلاتينية اللي فيها، والعياذ بالله ممكن تعمل لك اختناق والعياذ بالله. فبالتالي ما ينفعش تاخديها ناشفة كده تبلعيها كده بمعلقة شاي أو معلقة أكل وتاخديها وتقولي هشربها بشوية مية كأني باكل شوية سمسم كده، لا طبعا ما ينفعش. لان هي الماده دي البذور دي بتنفش في الميه. طيب انت شربتيها من غير ميه وخدتيها على بق ميه بسيط وعايزه كميه محترمه من الميه، طب هتنفق هتاخد منك هتاخد الميه منين؟ بتاخدها من الجسم،
فبتعمل لك ايه؟ تنشف ريقك فبسبب اختناق والعياذ بالله. فبالتالي طب هو انا لو خدتها دي في شويه ميه خلاص؟ لا، تاخديها كده في شويه الميه الصغيرين دول، طعمها عامل زي كانك بتاكل قلب خيار او قلب قته، بتاخديها وتشربي براها كوبايتين ميه علشان خاطر تساعديها برضو على ايه؟ لانها بتنها برضو يعني تنفش لحد ما بتطلع كل الماده الجيلاتينيه اللي فيها. تشربي وراها كوبايتين ميه، لو رايحه الشغل تاخدي معاكي ازازه ميه، لانها فعلا بتنشف الريق. فعلا بفضل الله لو استمرت عليها هتلاقي ملحوظه النتيجه، او ملحوظه بعد اسبوع هتلاقي النتيجه. يا رب اكون افدتكم بالفيديو، وانا بعاتب اخواتي على لايكات، اللايكات هي اللي بترفع الفيديو يا جماعه، عشان كل اخوات كل الناس تستفاد منها، والدل على خير كفاعله. ارجوكم زي ما ببخلش عليكم معلومه مفيده ما تبخلوش عليا باحلى لايك، وقولوا لي متابعيني منين، بيشرفني وبيسعدني ويكبرني بيكم ومعاكم. يا رب اكون تكونوا استفدتوا من الفيديو ده بمعلومه مفيده. ربنا يصلح بينا ايدينا ويديكم ويدينا الصحه جميعا احنا وانتم يا رب. بحبكم في الله.